عندنا فترة توقف، فترة توقف كافية جدا لالتقاط كل الأنفاس. فترة التوقف اللي هتكون لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو فرصة للتحكيم، هي هتكون من 8 ل 22، كل الدنيا هتهدى فيها. يا ريت تصفيات تكون ايه؟ أولمبياد طوكيو اللي هي المنتخب الأولمبي اللي هتتلعب عندنا. اه ده ما حدش بيجيب سيرتها. ده البطولة الأمم الأفريقية من 8 ل 22، من شوف بقى 8 شوف بقى ل 22 نوفمبر خلاص. اللي فات كله حماده، والبطوله دي حماده تاني. عايزين كلنا نبقى ورا هذا المنتخب بالمعنى الايجابي. على فكره التعتيم اللي موجود ده ممكن يبقى لصالح شوقي غريب والفرقه. شوقي غريب وفرقته. بس ارجوك يا شوقي من فضلك، مش عايز اشوف اعلانات غير بعد لما تكسب البطوله. يعني لو لقيت اعلانات للعيبه دي في الشوارع قبل البطولة هتقلق. هقلق جدا. إن شاء الله ما تقلقش. فبقول لكم فرصة لالتقاط كل الأنفاس، وهتلاقوا إنه هذه البطولة وهذا التوقف نعمة للكرة المصرية ونعمة لبطولة الدوري إن شاء الله. فبالتالي أعتقد واحدة من نعم هذه الفترة وهذا التوقف يكون لصالح التحكيم، إنه كابتن جمال الغندور يعيد فعلا تدارس الموقف في هذه الأخطاء المتكررة في اتجاه واحد، وده اللي بيشعر الجماهير بأنه العدالة مفقودة. ادي الزمالك حقه بس ما تديلوش أكتر من حقه، وادي الأهلي حقه بس ما تاخدش منه أي حق وما تديلوش أكتر من حقه، وهكذا لبقية الفرق. طبق عدالة تامة، لكن أبقى كل مباراة في ملاحظة واضحة جدا، واضحة ومحدش بيتكلم، محدش بيتكلم. طب ما يجوز احنا غلطانين. المباراة الأخيرة الزمالك والمقاولين ضربة ركنية جه منها هدف للزمالك غريبة جدا، فرجاني ساسي ضارب لاعب المقاولين ضربة عنيفة جدا، الطبيعي جدا انه فيها طرد يبقى كارت أصفر. ضربة متكررة تستحق الطرد مرتين، وفي المرتين كارت أصفر. نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي فيها. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه ان طبعا هي تسديده، والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي ما انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت، وافترض انها كانت احتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعب الزمالك. ده مش بس كده، واللعيب خد انذار. ابو سعود خد انذار عشان الاعتراض. يعني ده منتهى الظلم بقى، انك كل كمان حتى مش عايز يعني مش عايزني اقول والله ما جت في ايدي. يعني ازاي يعني؟ يعني ايه اللي معان في القهر ده؟ وبعدين فارق كبير قوي انك تطرد للانذار الثاني، فارق الطرد المباشر ده في حقوق. يعني لو كان موجودة كمان الفيديو بتاع فرجاني ساسي، خلي بالك في الضرب، انت بتتكلم على ماتش بين الثالث والرابع على الدوري. يعني نتيجة هذه المباراة مؤثرة في الترتيب. فمؤثرة بدري في الترتيب. والحقيقة التعليق اللي قاله على انه في مسؤولية، على انه ما هو مؤلم، المهندس محمد عادل لقد تألمنا كثيرا من لعب هذه المباراة التي ما كنا معترضين على أننا نلعب، ولكن مسؤوليتنا اقتضت أن احنا نلعب. تألمنا شعور، يعني ليه بتديني بتصدر لي هذا الشعور؟ هي ما هو دي بقى العدالة المفقودة يا جماعة. خلوا بقية الأندية تشعر أنه الكل سواسية. بقول لكم ما يتميزش الأهلي عن المقاولين، ولا الزمالك عن المقصة، ولا أي حد عن أي حد. ادي كل الناس كل أطراف المسابقة حقوقها، هنقول تعظيم سلام. لكن للمباراة التالتة على التوالي أخطاء مؤثرة في النتيجة. بقول لكم لو كان موجود الخطأ بتاع فرجاني ساسي، اللي ما أعتقدش أي حد له في كرة القدم أو ملوش شاف هذا العنف، ما قالش فين الكارت الأحمر إلا الحكم. وبعدين يدهشك إنه حتى بالنسبة للكورنر ممكن مش بالتأكيد إن هو أخطأ التقدير فيها، بالتأكيد مش عارف إن دي هتيجي جون طبعا، لكن
تبريره ليها بين الشوطين اللعيبه بتاعت المقاولين، اعتقد محمد سمير كاتب بوست بيقول لك بقول للحكم واحنا داخلين اوضه اللبس والله العظيم ما جت في والله يا ابو سعود ما لمسها، قالوا طب وانتوا سايبين الواد يجيب جون لوحده ليه؟ مش واقفين معاه ليه؟ يعني التاني بيعايره فنيا. لا عايز اقول له يعني ما ترميش خطأك عليا يعني. يعني انت كمان ما وارد ان يجي من الكورنر جون. جون طبعا. امال لكنه الخطأ الافدح كان ان انت تتجاهل عنف عنيف جدا من لاعب زي فرجاني ساسي وتضطر تطرده بعد كده في وقت متأخر. وهو لما طرد نفس اللاعب نفس الحكم لما طرد وليد سليمان بمنتهى الصرامة على لعبة أبسط هنعتبرها زيها؟ معاييرك فين يا بنا؟ وبنا ده كان من الحكام اللي بادين كويس قوي، لكن الحقيقة تعرض لهزة نفسية في 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 بدايته، هجوم هجوم هجوم. أنا شايفه أنه يعني هو بقى له سنتين حكم ماتشين لنادي الزمالك، ربما يكون متأثر أو مش عايز لنفسه مشاكل. هنا بقى الكلام هنا بقى الكلام، مش عايز مشاكل، عايز الدنيا عندما يخرج الحكم بالمباراة لبر الأمان يبقى ليس قاضيا ولكن مخرجا. وعندما يصبح الحكم مخرج تضيع العدالة. ملوش دعوة الحكم، ملوش دعوة، الناس هتضر. انت عارف ده القانون بيدي لك حاجه، بيقول لك لو انت استشعرت انك انت لو حسبت حاجه هتهيج الجماهير وممكن يبقى في خطوره، ها احسبها وارصدها في تقريرك، استأنفت المباراه وحسبت هذا الخطا وهو ليس بخطا بعد المباراه على طول الماتش ده بيتحسب بطريقه ثانيه او بيتعاد انه استكمل في ظروف غير طبيعيه. حق ضميرك، مالكش دعوه. ضميرك، انت كنت ترد على سمير، انا شفتها كورنر بس خلصت. انما انت ليه سايبه وجاي تكلمني؟ انت شفتها ايه؟ مش متاكد منها؟ حسبتها ليه؟ متاكد منها؟ احسبها وصمم عليها. انت الوحيد اللي هتبقى عارف انت صادق ولا مش صادق. انت الوحيد، انت اللي بتقول وانت اللي شفت. لكن كده غلط. طب كده غلط وقدام المقصة ما كانش غلط؟ نشوف الكابتن الشناوي. نيجي هنا بقى اللعبة دي بتاعت محمود علاء. طبعا يعني انا من لقطة هنا بالشكل طبعا اللايف اللي كان جاي لنا ما كناش شايفين. انا بشوف ان الحكم دائما وابدا انا شايف ان اللاعب خمسه واللاعب اللي هم عليهم علامات اكس اللي انا حاططها دي تعتبر عامله الرؤيه مش واضحه للحكم طالما انه مش في المكان اللي جاي ان اعمل منه الاسهم دي. بس واضح يا كابتن. ها؟ بس واضح اللاين بان. لا لا صعب المسافه جدا انه ممكن يديله فيها، لا يعني انا بتكلم لما تيجي تقول لحكم اضافي ورا هنا في الحته دي اوكي انه ممكن يكون، لكن للتاني المسافه بعيده قرابه يعني 40 متر يعني 40 يارده كتير قوي. لكن انا عايز اقول دلوقتي ده اللي احنا شايفينه. طبعا الدفع هو دفع، لكن هناك فرق بين انا بكون بجري بلتحم على الكره وبيبقى فيه اندفاع، يعني دفع بيني وبينك شيء طبيعي من اجل الكره، لكن ما تم شيء يعني اللي هو يعاقب بالخطا الدفع. طبعا الحكم كان لازم يكون واقف في الحته اللي انا بقول عليها دي. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا، دفع اللاعب ويعني ادي واضح. هنا بقى اللقطه دي اللي انا عايز اقولها، هنا محمد يعني عنده رؤيه فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني، والخطا واضح ما تقولش مش واضح. يعني هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها، حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها. لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب، لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضح. نيجي بعد كده هنا اهو، شوف هنا عنده رؤيه. نيجي بعد كده ركله الجزاء الثانيه، هو هنا محمد يعني انا كنت اتمنى ان هو يكون اكثر قربا، لان برضو نفس الكلام لو جينا هنقول ده وده وده، وهنا اللاعب ده بقى شايف ان انا شايف ان الرؤيه قدامه مش واضحه،
مش واضحه قدامه، زي ما يعني الكابتن حازم حتى كان بيقول واخر المباراه والحاجات دي كلها. يعني انا المفروض ان انا اكون يعني اكتر حرصا انا عشان اكون متاكد ان انا بعدم الاحتساب او الاحتساب، كان لازم يكون دخل قرب في الحته دي، مش في الحته دي، لازم يكون قرب حتى في الحته دي. ايه اللي يمنع؟ شايف لعيب بيقرب الحته دي خلاص اخش واقرب واشوف، طبعا ما شافش. هنا الناس تقول لك ده التحام، لا ده مش التحام طبيعي، لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه. النهارده مين اللي جاي من ورا؟ لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز. النقاز ده دلوقتي الكوره اللي جايه، انا كلاعب الكوره بتاعتي عندي الحق والملكيه في اني انا احجز على كورتي واخدها، ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني، وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم. وبالتالي اكبر حمدي النقاز اللي ارتكب ضده المخالفه، وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده، فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود. نشوف الحاله طبعا واضحه جدا. بص بقى هنا، بص حمدي النقاز يعني ايد ودي رجل اهي، يعني ايده ورجله، يعني قدم ويد، يد بتدفع ورجل بتعرقل. اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. ده اللي بنتكلم فيه، يعني العدالة مش موجودة. ضربتين جزاء وبعدين أوضح من بعض، ومش معقولة كل الأمور بالوضوح دي. والحكم يعني ضربتين جزاء أوضح، وفي حرص. واحدة ثالثة ما جاتش. وبعدين عايز أقول لك حاجة، وبتاعة البنا واضح إنها مش كورنر. طيب وآخرتها؟ وآخرتها؟ ما هي دي كل دي حاجات مؤثرة نقاط. وبتعمل هيجي بقى يقول لك ما انت بتستفيد. يا سيدي انا مش عايز استفيد، انا مش عايز استفيد باخطاء التحكيم، انا مش عايز اخطاء واضحة. الاخطاء اللي انت ما بتشوفهاش ما بنلتمس لك العذر. ناس بتقول لك طب ما يبقى نجيب الحكم الخامس، طب ما كان بيحصل قدام الحكم الخامس ده كان بيتنطط. ده اللي بيحسسك بقى بصراحة بالعمد في الخطأ. اللي تحت عينه، الله تحت عينك بقى، ومش هتديني الحق. وفر القرشين اللي هتاخده. ما تجيش كمان تقبض على حساب انك تظلم ده قلتك احسن. حاجه غريبه جدا، يعني ميدو طلع اشتكى بعد هذه المباراه وقال لك خسرنا بظلم التحكيم. عماد النحاس طلع قال لك الحكم ما كانش شايف الا الفانيلا الصفراء فقط. وايضا الكابتن طلعت يوسف والاستاذ محمد مصلحي بعد مباراه الزمالك والاتحاد كان ليهم نفس الشكوى، وضربه جزاء للاتحاد لم تحتسب يمكن نفكركم بيها. حتى اسمع، حتى المصري والاسماعيلي في برضه مشاكل. في مشاكل في المباراه. شوف اهي ادي الاتحاد، اهي ادي الاتحاد والزمالك. بص أو. يعني انا نفسي الاتحاد الدولي اي تلامس مع اليد في 18 ضرب الجزاء، لانه بتتحسب بره، يعني بره 18 بيحسبوها كلها فاولات وهاندبول. طب بتتحسب ليه بره ما بتتحسبش جوه؟ قريت تويت للمهندس خالد ابو عزيز وزير الشباب والرياضه السابق، يعني تعليقا على احداث التحكيم واللي حاصل، فقال يا جماعه المسارعه بتقنيه الفار ممكن تحل مشاكل كتير، انك على الاقل هتحفظ حقوق والحكام هيراجعوا نفسهم، لانه فعلا في فرقه ممكن تهبط، وفي فرقه ممكن تاخد مركز، وفي فرقه ممكن تاخد بطوله، وفرقه تضيع عليها بطوله بسبب اخطاء تحكيميه. الواضح جدا انه في مشكله ما عند الحكام، ممكن تلتمس العذر الحكم لعدم وضوح الرؤية في الزحمة وفي وسط الناس ولعبة ملتبسة أو لعبة غامضة. اللي بالدراع وبالمناخير وبتاع ده اللي بلتمس فيه العذر بالظبط. لكن محمد عادل الكرة قدام عينيه مرتين، وعلى فكرة وضربات جزاء واضحة جدا، وهو من النوع اللي بيحسب ضربات جزاء وهو جريء. يعني بيصفر كتير. فطب انت الأمر قدامك ليه؟ الوضع العام عامل لك قلق وضغط، ولا تجرؤ انك انت تحسب؟ تبقى في مشكله كبيره قوي، تبقى في مشكله ضخمه كمان. عشان كده بنقول يا جماعه العداله بين كل الانديه، دي مسابقه فيها ثلاث انديه الاعلى
تسويقيا للاعبيهم في افريقيا. احنا بنصرف الفلوس دي كلها علشان فعلا تكون عندنا مسابقه التحكيم فيها بهذا الشكل. اعتقد المساله محتاجه مراجعه، ومراجعه مهمه، واول حاجه مهمه فيها تحرير الحكام من اي ضغوط. شوفوا الطريقه المثلى ليهم ايه، لكنه ما هو الحكم عايز يرضي مين لصالح مين علشان ايه؟ حاسس وعارف طول ما في حسابات بره. يا استاذ ابراهيم، عندما تخرج الكوره خارج المستطيل الاخضر بكل عناصرها بكل احداثها بكل امورها، الوضع بيبقى خطر جدا على اللعبه.